مرحبا بكم في حكايات سبور فور اول. تتجه أنظار عشاق كرة القدم عبر العالم لمعرفة هوية من سيحسم الفوز بجائزة الكرة الذهبية، وذلك بعد إسدال الستار على بطولتي أمم أوروبا وكوبا أمريكا 2024. وستكون منافسات دوري أبطال أوروبا إلى جانب اليورو والكوبا عوامل حاسمة في تحديد اللاعب الفائز بالكرة الذهبية. كيليان مبابي ريال مدريد. شارك مبابي مع منتخب فرنسا في بطولة اليورو، إلا أنه لم يقدم الأداء المنتظر منه مع الديوك، حيث ودع البطولة من الدور نصف النهائي أمام إسبانيا، ونجح كيليان بتسجيل هدف وحيد ضد بولندا من ركلة جزاء، بينما تمكن من صناعة هدفين أمام النمسا وإسبانيا، وتوج أيضا بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا. فيل فودين مانشستر سيتي. ظهر فيل فودين بمستوى مغاير لما ظهر عليه اللاعب طوال الموسم مع مانشستر سيتي، الذي ساهم معه ب 39 هدفاً خلال الموسم بين تسجيل وصناعة. فشل فودين في تسجيل أو صناعة أي أهداف مع منتخب إنجلترا في اليورو، على الرغم من المشاركة في 7 مباريات مع الأسود، وهو ما يعكس خيبة الأمل التي طالت اللاعب الذي سعى لتحسين وضعه في المنافسة على الكرة الذهبية العام الجاري. رودري مانشستر سيتي. توج رودري بمجهوده الذي قدمه خلال بطولة يورو 2024 حين حصد لقب كأس أمم أوروبا بعد أداء مميز منح به منتخب إسبانيا قوة هائلة في وسط الملعب، بان تأثيرها حين خرج للإصابة بعد نهاية الشوط الأول من نهائي المسابقة أمام إنجلترا. وحصد رودري جائزة أفضل لاعب في يورو 2024، وهو ما يمنحه الأفضلية بين المرشحين للكرة الذهبية المشاركين في البطولة، بالإضافة لفوزه بلقب البريمير ليج لهذا العام. جود بيلينغهام ريال مدريد. سجل جود بيلينغهام حضوره بقوة في بطولة يورو 2024 مع منتخب إنجلترا، حين قاد منتخب بلاده للوصول إلى المباراة النهائية بعد الأداء الذي قدمه مع منتخب الأسود. شارك بيلينغهام في 7 مباريات خلال البطولة، نجح بتسجيل هدفين وصناعة هدف، بالإضافة لفوزه بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد. فينيسيوس جونيور ريال مدريد. رغم مغادرة فينيسيوس جونيور صراع حصد اللقب القاري رفقة منتخب بلاده البرازيل من الدور ربع النهائي من كوبا أمريكا، إلا أن حظوظ المهاجم البرازيلي كبيرة بحصد الكرة الذهبية، خصوصا بعد مساهمته الفعالة بفوز ريال مدريد ببطولة الليغا الإسبانية ودوري أبطال أوروبا وتسجيله ل26 هدفا في الدوري. خوليان ألفاريز أتلتيكو مدريد. ظهر جوليان ألفاريز مع منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا التي شهدت تتويج منتخب الفضة بها، ليضيف اللاعب بطولة جديدة إلى سجل بطولاته. وتواجد ألفاريز في 5 مباريات، بينما ظل على مقاعد البدلاء في مباراة البيرو، ونجح خلالهم في تسجيل هدفين بينما لم يصنع أي هدف. لا تنسوا الضغط على زر المتابعة والتفاعل مع محتوانا بإبداء آرائكم في التعليقات.